تصريحات صادمة لمسؤولين في البنتاغون الأمريكي بشأن أسلحة الحوثيين غير المتوقعة رغم القصف الأخير من داخل مدمرة أمريكية. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. أكدت صحيفة أمريكية أن قوات الحوثي تتحفظ بثلاثة أرباع قدراتها الصاروخية والهجومية بالرغم من تنفيذ القوات الأمريكية والبريطانية لأكثر من 74 غارة جوية استهدفت مواقع عدة للحوثيين ومن ضمنها منصات وقواعد لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومخازن ومستودعات للأسلحة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين في البنتاغون أن الكشف عن مواقع ومخازن الأسلحة التي تستخدمها قوات صنعاء في شن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر يبدو أصعب مما كان متوقعا، مشيرين إلى أن قوات الحوثي لا تزال تتحفظ بمعظم قدراتها التسليحية المتمثلة بالصواريخ البالستية والمسيرات. وقال المسؤولون إن الضربات الجوية في اليمن ألحقت أضراراً أو دمرت نحو 90% من المواقع المستهدفة